أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعناوين. عاهل البحرين والسيسي يصلان قصر الاتحادية والمدفعية تطلق 21 طلقة. السيسي يستعرض مع وزير الكهرباء آخر تطورات عقود الضبع. الرئيس السيسي يستعرض مع وزير البترول خطة تطوير القطاع. مجلس الوزراء 2.4 مليار جنيه زيادة لمخصصات دعم نقاط التموين. البحرين يتصدر تويتر بأكثر من 24 ألف تغريدة قبل بدء زيارة الملك البحريني. الشرطة التركية تفريق بالقوة تظاهرة مؤيدة للعلمانية أمام البرلمان. خطف رجل أعمال سعودي على طريق إسماعيلية القاهرة. أجرت مساء اليوم الثلاثاء مراسم الاستقبال الرسمية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنية لكل من البحرين ومصر، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بضيف مصر الكبير الملك حمد. واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد حرس الشرف الذي اصطفى لتحياتهما، ثم صافح العاهل البحريني كبار مستقبليه وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء المهندس الشريف إسماعيل، كما صافح الرئيس السيسي أعضاء الوفد البحريني المرافقة للملك حمد. وكان رئيس السيسي والملك حمد قد وصل إلى قصر الاتحادية قادمين من مطار القاهرة الدولية، حيث وصل في وقت سابق العاهل البحريني في زيارة لمصر تستغرق يومين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار جهود الدولة المبذولة لتنويع مصادر حصول مصر على الطاقة الكهربائية، ولا سيما من خلال مصادر الطاقة المتجددة والجديدة وعبر الوسائل المبتكرة والمتطورة فنيا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية. ونوه الرئيس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أهمية زيادة تضافر جهود وزارتي الكهرباء والبترول لتنويع مصادر الطاقة بما يضمن استدامة وتأمين الإمدادات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال تنمية حقل الظهر لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من المرحلة الأولى، ولفت إلى ضرورة وضع الحقل على خريطة الإنتاج بنهاية عام 2017، مما سينعكس إيجابيا على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وسيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ترأس اليوم المهندس الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والنقل والمالية وقطاع الأعمال العامة. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحرص على المواطن البسيط وتجنيبه أي آثار سلبية، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه لزيادة مخصصات الدعم على بطاقة التموين لكل فرد بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يزيد عن معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار، على أن يكون ذلك اعتبارا من شهر يونيو القادم بتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم. كما تم خلال الاجتماع توجيه بضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج إضافة المستحقين والمواليد الجدد وتنقية قوائم الدعم للمقيدين غير المستحقين. عبر عدد كبير من مدوني موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن اهتمامه الكبير بزيارة الملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الرسمية لمصر، تستغرق يومين لتوثيق علاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطويرها. وتابعوا أهم الأخبار الخاصة باستعداداته لتلك الزيارة الهامة، ودشن عدد كبير من مدونين هاشتاج البحرين، وتصدر مركزا متقدما في قائمة الوسوم الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم بأكثر من 24 ألف تغريدة على تويتر. فرقت الشرطة التركية بالقوة اليوم الثلاثاء تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، ودات إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد. وقال مصور فرانس بريس في المكان إن نحو 100 متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون تركيا علمانية وستبقى كذلك، قبل أن تدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وأخيرا قام مسلحون باختطاف رجل أعمال سعودي على طريق الإسماعيلية القاهرة بالكيلو 76 دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية. وأشارت مصادر أن مسلحين قاموا بخطف رجل أعمال يدعى حاسين سعودي الجنسية، وهو شريك بأحد مصانع تصدير الفاكهة بمنطقة التل الكبير. بهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار يوم إلى نهاية نشرة الإخبارية، قرأها عليكم محمد عوض. انتظرونا في نشرات إخبارية قادمة. إلى اللقاء.